جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: كانت في بلدنا مقبرة قديمة لغير المسلمين، وقد جعلها والدي مزرعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز جعل المقبرة مزرعة ولا مسكن ولا طريق. مقابر لها حرمتها، لها حرمتها، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. يجب أن تسور المقبرة، يحق عليها سور وتحفظ من الامتهان. نعم.